اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد لئيس جرير حسين اوزان سكنا قصبطار ايت من دول عماله انزقان المهنه ديال الميكانيسيان. المستوى الدراسي انا ما قاريش، انا امي لست بقاري مزيان، واما المهنه ديالي هي اللي دفعتني باش ندير هذه الاعمال اللي انتم كتشوفوها واللي كتسمعوا عليها. لان الانسان ما خصو يقرا عاد يبدا يخدم، راه الانسان راه اي واحد خلق الله سبحانه وتعالى والا اعطاه القدرات، الا هو خدم هذه القدرات راه ولا بدا غادي يستافد منهم، ما خدمهمش راه ما غاديش يستافد، واخا قرا العجب المتعجب. اذا الانسان كيخص يخدم داك الشيء اللي عنده الدخل، ما يخليش نعس، لان لما خلق الله الانسان خلقه بالعقل ديالو، وهذا العقل جهاز، واحد الجهاز ما عنده وصف. الى الانسان خدام خدمو وما خلاش ينعس راه ولا بدا غادي يعطيه، لكن الا خلاه ناعس راه غادي يبقى ناعس. نعم نعم، هذا الاختراع هذا الجهاز هذا جاء اللي يجعلوا باش يكون في الوجود ان هذا المرض اللي موجود، هذا المرض اللي حنا الان عندنا كوفيد 19. لذلك هذا المرض هذا ماشي غير هذا الجهاز اللي درنا، درنا واحد العدد ديال الاعمال اللي هي فيها المصلحه ديال الناس، من بينهم هذا الجهاز هذا. وهذا الجهاز هذا حنا سمعنا من الاطباء ان هذا المرض هذا الوباء كيموت في 19 درجه، فكيموت في 32 او 40 درجه او 41 درجه. لذلك لما سمعنا ان هذا الوباء كيموت بهذا الدرجه هذه، قلنا علاش ما يدار واحد الحاجه اللي غادي تبدا سخن الهواء اللي كيستنشقها الانسان، لان الانسان كيستنشق الهواء تقريبا في كل وقت، كل وقت هو كيستنشق الهواء. راه الانسان راه احيانا راه كيستهلك في ساعه 300 طبار ديال الهواء ديال الاكسجين. لذلك في هذه الساعه الى استنشق هو غير 200 بار او 100 بار من هذا، لان ما غاديش نتكلموا على لابريسيون اللي هي الهواء المضغوط، انما دابا هذا راه مريقلي على 0.5 بار اللي كيعطي ديال الهواء. لذلك لما كتخرج هذا في 0.5 بار كيسخن هنا، لما كيسخن كيمشي عند الانسان اللي غادي يستافد منه، وغادي وكيستنشقوا. لما كيستنشق الهواء هذه باغا يطلع الحراره، راه كيطلع الحراره شيء فشيئا، باغي يخليها في واحد النيفو، راه غادي يخليها في واحد النيفو. لذلك سمعنا من الاطباء ان هذه الحراره كتموت في 41 درجه. لذلك لما كتموت هذه في 41 درجه، حنا بغينا نساعدوا هاد الناس اللي هما قلنا اللي هما تعبانين، لان الاطباء راه خدامين بالليل والنهار كيفاش هاد الانسان باش هاد الانسان يغتنم الحياه ديالو او الانسان ما يتصابش بهذا المرض. لذلك لما هاد الناس خدامين بالليل والنهار وكيفكروا لي بروتوار كاع ديالهم راه خدامين، ديال العالم كله خدامين، واش حنا نوقفوا حتى حنايا؟ خصنا نديروا شي حاجه، او اي واحد خص يدير شي حاجه، لان الى حنا كنسمعوا للناس كيموتوا، الناس كيموتوا، الناس هنا كيموتوا، وحنا واقفين ما كنديروا والو، راه هذه هي الموت، راه حتى حنا راه ميتين. لذلك الانسان اللي فيه الحياه كيخص ينفع به، ينفع الناس كيف ما كان نوعهم، ما يقول لي ينفع هذا وهذا وما ينفع، لا، جميع البشريه كيخص ينتفع. لذلك النيه ديالي ان شاء الله هذا الجهاز هذا
ينتفع به الناس الى فيه الدواء كنتمنى من الله سبحانه وتعالى باش يكون فيه الدواء وينتفع به الناس. وعطي على يعني شي لجنه علميه بحكم انك ربما انت كما قلت لنا ما قاريش وربما يقدر يعطيك ملاحظات اخرى. الان كننتظروا بعض الاطباء اللي غادي يجيو هما اللي غادي يقولوا لنا هذا الخير هذا واش مزيان ولا ما مزيانش. حنا الان درنا اللي علينا، درنا واحد الحاجه المجهود ديالنا راه درناه، داك كنتسناو دابا الناس المتخصصين باش يجيو يشوفوا هذا الخير هذا الا فيه نفع باش يمشي يوصل عند الناس، لان راه هذا الجهاز هذا راه ما كيكلفش. راه تبارك الله هنا شباب اللي غادي قادرين يديروا العجائب، ولكن كيخص دابا نعرفوا على الجهاز هذا الا فيه نفع كيخص ان شاء الله يخرج عند الناس. هذه هي الامنيه ديالنا. وداك الهواء اللي كيكون في يدنا هل هو مضر يعني في الصحه ولا لا؟ راه الان عاد عطيتني السؤال ان يجيو المتخصصين هما اللي غادي يعطيونا الارقام واش هذا الهواء صحيه ولا ماشي صحيه. لان دابا حنايا دوزنا هنا الاكسجين، وهذا الاكسجين هذا راه قلت لك انايا درته واحد المده اللي هي 45 دقيقه وانا كنستنشق هذا الهواء عادي، ومازال درت هنايا 50 درجه، الان راه كاين غير 36 درجه هنايا، درت 50 درجه وبقيت كنستشقها، قلت نشوف ياك ما غادي يكون شي حاجه، ولكن الحمد لله ما حسينا بوالو زعما نورمال، انما ولا بدا الاطباء هما اللي غادي يقولوا هذا الخير هذا واش هو ولا ماشي هو.